وبنهاية صباحنا لليوم حنروح للريشة والإبداع والروحانيات بالفن التشكيلي ومعرض ألف ليلة وليلة يلي كان بصالة الشعب واللي حمل هذا العنوان الجميل. رح نتعرف على هذا المعرض أكثر وعلى الأعمال اللي ضمت المعرض. وضيفنا لليوم هو الفنان بشير. بشير بدي لك صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية. مبروك المعرض. الله يبارك فيكم، وفرصة سعيدة أنه دائما نلتقي بالإعلام السوري اللي بيسلط الضوء على الإبداع بالعموم. واجبنا أستاذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ، يسعد صباحك. ألف ليلة وليلة هو اسم معرض حضرتك في صالة الشعب، خلينا نحكي عن هذا المعرض وأيضا كم عمل ضم اليوم. هلا هذا المعرض كان مختلف عن معارضي السابقة بالفكرة والموضوع وطريقة الطرح. يعني كانت أعمالي السابقة هي عبارة عن حروفيات، تكوينات هندسية، بناء إسلامي معماري ضمن لوحة تعبيرية واقعية. هذا المعرض أنا حاولت يكون في موضوع معين، هو موضوع فكرة ألف ليلة وليلة. هي ألف ليلة وليلة معروف، يعني قصة تاريخية فيها صراع بين الخير والشر وشهريار وشهرزاد. من انتصر يا أستاذ؟ بقى هذا الموضوع أنا حاولت استفيد منه بإني أنا وصفه بطريقة خاصة، وقحام الخيل والفارس والعنصر الإنساني والعنصر النباتي والبناء الإسلامي ضمن لوحة واحدة ضمن الخط العربي وبعض رموز قراءات عربية. ولهذا السبب نحن اليوم يعني أخذنا عنوان ألف ليلة وليلة، كونه اليوم عم يعني نستذكر هي القصة الجميلة. طيب خلينا نروح لأجواء المعرض، للناس، لإقبال الناس اليوم. السوشيال ميديا بعد شوي الناس عن المعرض إلا الذويقين واللي بيحبوا هاي القصص، يعني بتلاقيهم متواجدين بالمعرض والباقي ممكن يعني يتصفحوا على السوشيال ميديا. كيف كان الإقبال ضمن المعرض؟ نجي لحنا إذا بدنا نحكي بالخصوصيات أو بالعموم بالسوشيال ميديا أو بالحضور، هي شغلة أزواق صفت. يعني هلأ الظروف الحياة الإنسانية بجوز واحد حابب يحضر بس الوضع تبعه وعمله والتزامه عم يمنعه، عم يستعين بالمرئيات. يعني هي الأمور عم تساعده أو عم نوعا ما عم توصل له الفكرة، بس في أغلب الأشخاص بتفضل الحضور. يعني وكان في حضور مميز الحمد لله ضمن معرضي. هذا الشيء يعني بدل انه مهما كان في حواجز الناس قادره انه هي تتجاوز هاي الحواجز وتحقق الغايه اللي هي بتريدها. تمام، لاحظنا التجديد بالحروف بالحاله عند حضرتك من ادخال ايضا العناصر ومزجها مع اللوحه، خلينا نحكي عن هذا التجديد. هلا انا كانت بالبدايه الحروف اللي عندي غير مقروءه، هي عباره عن حروف عربيه بس فيها تماهي، يعني أول الحرف بيكون موجود نهايته متماهي. هون اختلف الوضع، في حروف واضحة، في عبارات صريحة، في فكرة يعني معبرة ضمن اللوحة. يعني قارئ اللوحة رح يشوف إنه في تكوينات، في ربط مشترك بين الحرف والعنصر الموجود ضمن اللوحة. طيب أستاذ بشير، اليوم يعني معروف عن حضرتك ومن خلال لقاءاتنا المستمرة يعني أنه دائما حضرتك عندك نشاط وحركة مستمرة بالتجديد والرسم، واليوم مع ألف ليلة وليلة فيك أيضا نحن معرض مقام بالرياض، يعني أكيد عم يتزامنوا مع بعض. نحكي عن المعرض بالرياض والإقبال عليه وشو تناول أيضا نفس الفكرة. نفس الوقت نفس التوقيت كان في عندي معرض بالرياض، هو سميته رياض الحرف. كان في مثل ما حكيت انه العناصر الاسلاميه موجوده ضمن اللوحه بشكل واضح، التكوينات الاسلاميه، البناء المعماري الاسلامي، الارابيسك، الفسيفوسا، يعني فيها روح موجوده ضمن اللوحه. هذا الشيء يلي انا خلاني اعمل ربط بين المعرضين. بس المعرض ألف ليله وليله كان في اقحام للخيل وللفارس مشان تبين اللوحه انه مو مجرد هو سطح أو كتلة، لازم يكون ضمن العمل الفني في موضوع. هذا الموضوع بدل على القوة، إنه قوة الحصان والفارس هو بيعطي لحاله وزن وثقل للوحة الفنية. خبرنا أكثر عن التحضيرات قبل المعرض، معرض ألف ليلة وليلة كيف كانت وشو التفاصيل اللي عم تتم قبل المعرض، خصوصا أنه دائما عم نشوف في التجديد والاستمرارية عند حضرتك. هلا أنا دائما متجدد، يعني أنا مثلا بكون عامل معرض، أنا ضمن المعرض بتخطر على بالي أفكار إني أنا لو ضايف
عنصر، لو عامل، لو حازف، لو يعني دائما كلمة لو موجودة لو. عندي كلنا لو أستاذ إيه، إنه مفروض تكون غير هيك. بقى هاي الأفكار بتتم موجودة معي، بعمل لها أوقات بعض دراسات بحتفظ فيها، بيخلص المعرض برجع بقى وين الهفوات اللي كنت بالمعرض فيها، أو الشيء الجديد اللي حابب ضيفه برجع بوصفه بطريقة تانية، فكرة جديدة، بحيث إنه يعني أنا كل المعارض تقريبا اللي عاملها 33 معرض ما في معرض بيشبه الثاني، إلا ممكن العامل المشترك هو اللون يعني بيناتهم، أما دائما في تجديد بالفكرة بالموضوع بالتوازن البصري. هذا التجديد الفنان إذا ما كان متجدد يعني ما مفروض يكون كبي هيك عن أعماله السابقة، لأنه المتلقي يعني. المتلقي بيشوف إنه هي لوحة لفلان خلص ما بيقول لك شغله كله مثل بعض. غلط هذا الكلام، دائما بالإبداع والفن بأي مجال في حركة إبداعية في تجديد. التجديد هو روح جديدة، الحياة كل يوم في خلق جديد، هذا يعني اللي شاف مبارح غير اللي حشوف اليوم، لذلك الفنان مفروض يكون دائما في عنده نقلة. طيب ذكرت اللون، انه اليوم انت 33 معرض ما بيشبهوا بعض، وكل معرض كان له بصمه خاصه لبشير بشير، يعني تعرف الناس اليوم انه هاي البصمه لهذا الفنان. أكيد. ولكن اللون قلت لي انه اللون يمكن واحد، اليوم شو علاقه الفنان التشكيلي باللون، او شو هي العلاقه بيناتهم لحتى اليوم يستهوي لون معين او يشعر بلون معين ضمن لوحاته؟ هلا اللون هو رياحه نفسيه بالدرجه الاولى. يعني انت ممكن تفوتي على مكان في ضجيج من الالوان، بس انت باللا شعور بتنجذبي لجزء معين من ضمن المكان، في روح في لون بيناسبك، بتلاقي اشخاص متجهين لطرف ثاني باللا شعور هذا يعني بالفطره. دائما هو اللون بينعكس على الحاله النفسيه للانسان. شو لونك استاذ؟ الازرق. انا بحب الازرق، البنفسجيات، يعني هالالوان هي لون الفرحيه. ايه هاي بنسجن فيها كثير. طيب ما بتخاف اليوم يعني من بعد الانتقادات انه دائما نفس الالوان عم يستخدمها؟ لا لا لا، بس دائما انا الالوان هي اللي عم بحطها. اذا بتشوفي الاعمال عندي لوحات فيها جرأه باللون الاحمر، باللون الاخضر، باللون البرتقالي، الوان ال 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 غير معتاده، الاحمر الهندي هذا يعني الفوسفوري، يعني عندي الوان بتلاقيها ضمن اللوحه، بس اوقات زملائي بيقولوا لي كيف انت دامج هالالوان ضمن بعض، يعني قادر انا طبعا ضمن الخبره تبعي اني احط لون مضاد مع لون ويطلع منسجم ضمن اللوحه. خلينا نحكي شوي عن العقبات اللي بتواجهك سواء بمسيرتك الفنيه او قبل المعارض، التحضيرات للمعارض، شو هي اكثر العقبات اللي عم بتواجهها؟ اكيد ما في عمل الا فيه عقبات، وكيف عم تتجاوز ايضا؟ والله اذا بدنا نحكي على عقبات حياتنا كلها عقبات كثيره. عقبات الماديه، لذلك انا يوم فوت على المرسم بحط كل شيء على طرف، يعني انا هي الشغله الاساسيه عندي. بس بلش باللوحه، انا بختلف عن كثير من زملائي مع احترامي لهم كلهم، انا فوت على المرسم لا بحط موسيقى، لا بحط قهوه، لا بحط شاي، لا بحط ارجيل ابدا. بس نحن متعودين على الرسام هيك. انا لا لا، انا مختلف، انا بفوت على اللوحه بحط بفرد هالالوان وخلص، بنسجم 3-4 ساعات 5 ساعات، بخلص بغسل بحمل حالي وبمشي. خلص اعطيت هذا العمل، اعطيته حقه، ما بخلي يكون في عامل تشويش ولو على حسابي انا، لانه هذا العمل بده ياخذ حقه بالكامل. اذا ما اخذ حقه بالكامل اي هفوه المتلقي ما لح يقول لي انت شو عملت او شو ساويت او شو كنت. المتلقي بهمه يشوف عمل متكامل متوازن بالكتله، بالفراغ، بالتوزيع البصري، باللون. ما لح يحط لك عذر مهما كان الضغوطات النفسيه اللي موجوده عند الانسان. المتلقي ما لح يحط هذا العذر، لانه هو جاي يشوف، جاي يغير جو، جاي يشوف شيء جديد. لذلك نحن مفروض اي عمل بدنا نعمله نشيل هي العقبات والمنغصات، يعني ولو لحظات، لحتى نقدم شيء كثير حلو. طيب استاذ بشير، اليوم من خلال تجربتك سنوات عديده من الابداع والمعارض، ويمكن وقت اللي بلشت حضرتك كان في كنت تتمنى الدعم، اليوم عندنا فنانين شباب جداد تشكيليين بحاجه لهذا الدعم، قد ايه اليوم ان كان الدعم المادي او المعنوي مهم للفنان لاثبات هي الموهبه اللي عنده؟ هلا انا اذا بدنا نحكي بهذا الخصوص، انا احكي شغله صغيره، انا اول مسيرتي الفنيه كنت امسك اللوحه واركض فيها من قرنه لقرنه لحتى اشوف حدا يدعمني يعرض لي العمل. صدقا يعني، لانه الفن مثله مثل اي مجال، في محسوبيات وفي علاقات وفي بده هذا مهم هذا مو مهم. المهم انا عملت معرض عن الطبيعه، وكان اول لقاء صحفي لي
بجريدة البعث، لا أريد أن أكون رقماً، أريد أن أكون مساحة جميلة في حالات الإبداع. وهون بلش إنه مين أنت وليش وكذا. أنا يا بدي أكون فنان وإلي بصمة، يا أما لا بترك هذا المجال بخليه هواية وبتركه لغيري، بجوز في غيري أحق منه، يعني يكون موجود بالساحة أحق مني. أنا أصريت أن يكون أعمل اسم وأعمل بصمة وأعمل وجود وأعمل حضور. وطبعاً أنا هذا الشيء ما صار لحاله، طبعاً بالمتابعة معارض، متابعة فنانين عالميين، فنانين سوريين. كمان أنا بحب أشكر الأستاذ أنور رحبي، كان له فضل علي، الأستاذ سعد يقان، يعني في فنانين متميزين أنا كان باخذ رأيهم. ومو عيب أنه الفنان مهما كبر يستشير زملائه أو أصدقائه، لأنه نحن بنكبر ببعض. النجاح ما بيكون النجاح لحاله، مستحيل تلاقي إنسان ناجح بيقول لك أنا نجحت، هي أنانية. النجاح دائما في مين دعمه، في وراء كتل، في وراء أشخاص محبة. لذلك نحن مثل ما يعني انتشأنا ووصلت لهالمكان، أنا مفروض من واجبي أقدم هاي الخبرات للجيل الجديد. طب بالنسبة لهي الخبرات والشيء اللي عم تذكره حضرتك، أكيد أنت النجاح لأي شخص بده جهد، بده تعب لحتى توصل لهذا النجاح. اليوم حضرتك حبيت أنه حدا يدعمك من أنت وببدايات مسيرتك الفنية، كل حدا بحاجة لدعم. اليوم كيف عم تتعامل مع الأشخاص اللي هنهم بحاجة لدعمك، سواء الشباب أو في فئات صغيرة يمكن عم يكون عندها هي المواهب والهوايات؟ تحكي لنا شوي عن هي التجربة. هلأ أنا من هالناحية ما بقصر مع أي إنسان، أي حدا موهوب ولو خريج دارس أو موهوب عنده أنه الحب يكون أنه متميز، أنا بوجهه، بس قبل ما وجهه بشوف مستواه. يعني هو مستواه لوين موصل، متقدم، هاوي، حديث، يعني أنا بوجهه ضمن الخبرة تبعي وضمن هو إمكانياته. يعني في أشخاص قد ما أنت عطيتيهم مجالهم محدود، لا يمكن يطلعوا عن المجال تبعهم. وفي أشخاص بتحسي عندهم القدرة أنه هذا خلال فترة ينتقل لمكان كثير مهم. لذلك أنا دائما بس المعلومات اللي عندي بعطيها للكل نفس المستوى، بس كل واحد بياخذها حسب هو خبرته، حسب اشتياقه. في أشخاص بتلاقي عنده الشغف القوي أنه أنا بيقلك بدي صير مهما كانت الظروف، أنا بدي صير. هذا لو ما دعمتي أنت رح يصير، لأنه هو عنده القدرة وعنده الإبداع أنه يتحرك. لذلك ما بقصر مع حدا أنا بكل المجالات، وبالنهاية التوفيق على الله. يعني كل إنسان مثل ما بيسعى بيوصل للغاية اللي بده إياها. أستاذ بشير، اليوم المشهد التشكيلي في سوريا يعني شو رأيك فيه من خلال خبرتك؟ والله أنا المشهد التشكيلي بسوريا لو موجود هذا المشهد بدول العالم لكانت سوريا من أهم دول العالم بالفن. اشرح لنا أكثر. الخامات والخبرات يلي موجودة بسوريا من الشباب والأساتذة والمخضرمين تضاهي الخامات الموجودة بدول العالم. أنا طلعت أنا لبرا وشفت بالسعودية، بدبي، بالإمارات، بعدة دول برا. في الدعم المادي والمكان، برا بيدعموك ماديا، المكان موجود ودعم المادي، بس ما في عندهم هاي الخامات القوية والخبرات. عندهم الإعلام قوي، بيسلط الضوء على أي إنسان بيطلع بيصير فنان عالمي. حطيه قارنيه مع فنان سوري كمستوى، مع احترامي للجميع الفنان السوري مستوى عالي، بس الظروف والأوضاع دائما تأخذ شيء من الإنسان. وإن شاء الله لحنا الأيام القادمة أكيد سوريا رح تكون بشكل إن شاء الله متوهجة أكثر، وفي حضور للفنانين، وفي بصمة، في بصمة سورية موجودة. يعني بقية بكل دول العالم في فنانين سوريين لهم بصمة. يعني تمام، تحكي لنا شوي عن التحضيرات القادمة لحضرتك، شو الشيء اللي عم بتحضر له والاشياء الجديدة، وهلا في دورات تدريبية عم بتقوم فيها بالنسبة لسواء أطفال أو فئات الشباب الجيل الجديد؟ هلا بالنسبة للدورات التدريبية دائما مستمرة عندي، موجودة يعني بشكل دائم حسب بقى الطلاب اللي بتحضر. يعني في طلاب بدهم يفوتوا كلية، في طلاب دارسين جامعات طب محاماة، عم بيحاولوا يكون عندهم الرغبة في أعمار صغيرة؟ في أعمار صغيرة، يعني مشكل عندي كل المجالات. وبالنسبة لتحضيراتي أنا دائما يعني عندي شيء جاهز. يعني هلا أنا في امتداد لألف ليلة وليلة، في نفس الفكرة
بس فيها تطوير أكثر، ممكن العناصر تكون أكثر، فيها تفاصيل أكثر اللوحة، بحيث أنه يكون المعرض مستمر وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله. اليوم قد إيه جرأة ضرورية عند الفنان خاصة التشكيل، يعني كان بجرأة اللون، بجرأة طرح الموضوع، بيميزه وبيعطيه هيك خلينا نقول بصمة غير الباقيين. في فنانين خجولين حتى برسمه بتحس خجولين. هلا هي بالتكوين الفيزيولوجي للإنسان، يعني في فنانين فعلا خجولين يعني الكلمة ما بتطلع منهم، بس مبدعين. وفي فنانين متحدثين وطليقين كمان مبدعين. هي حالات، يعني احنا ما بنحسن نقول هذا منيح وهذا سيء، لا، هن كلها حالات، حالات متوازية، كلهم محترمين مهمين، بس صفت هي الحالة بتنعكس على اللوحة. يعني في عنا مثلا في فنان عنا اسمه بطرس خازم، إنسان فنان قدير، إذا بتشوفي لوحته كلها شفافيات، ما تلاقي فيه لون، ضبابيات هيك، وهو طبعه هيك، هذا هو طبعه هيك. وفي فنانين يعني مثل مثلا فنان سيروان برام، معروف هذا الاسم، ألوانه حارة صخبة، شب، هو جريء، يعني هي بتنعكس على الحالة النفسية للفنان دائما بشكل عام. يعني طب برأيك الحالة النفسية أو الشيء الذاتي للفنان، في فنانين يمكن بيتأثروا بمحيطهم، بتكون معظم لوحاتهم من وحي المحيط اللي هنن عايشينه، في فنانين بياخذوا الشيء الذاتي أو الشيء اللي عايشينه هنن بيكون طاغي على اللوحات، برأيك أي هو الشيء الأصح اليوم؟ الأصح دائما الذاكرة البصرية وذاكرة المكان والبيئة اللي عايش فيها، التراث. يعني أهم فنانين بالعالم انطلقوا وانشهروا من تراثهم. يوم الفنان ما بينطلق من الأساس، من تراثه ومن بيئته، يعتبر فنان متصنع. يعني في فنانين فاتوا على التجريد، تعي ليلهم ارسموا واقعي ما بيعرفوا، السبب لأنه لحقوا التيار، لحقوا الموجة مثل ما بيقول يعني. بس الفنان الأساسي هو انطلاقته من البداية، من النقطة، من الورقة، من التفاحة، من الحرف، من الحركة باستمرارية. بعدين أنا يوم بدي أعمل تجريد، بدي أعمل لوحة ولو لون واحد، عندي خلفية مسبقة، معروف أنا شو شاغل، شو عامل، شو مساوي. أما أنا فورا أجي فنان أطرح عمل مساحة لون، الكل رح يقول كيف هذا، يعني الصدفة تلعب دورها، وهذا الصدفة وبينجح، بس ما في عنده أرضية ثابتة، ما بيستمر. أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق بكل أعمالك الفنية والقادم، ونشوفك دائما بالمكان اللي بتتمناه. شكرا إن شاء الله لك. شكرا لكم ومجهودكم هذا يلي تستحقوا الشكر عليه. شكرا أستاذ بشير لحضورك اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق، وبانتظار كل جديد من حضرتك. الله يبارك فيكم، يعطيكم ألف عافية.